عاجل جدا، إثيوبيا تشتعل الآن، ننشر لحضراتكم التفاصيل. ووردنا الآن تحرك عاجل من رئيس الوزراء إلى هذه الدولة منذ قليل، وللأسف تعرض وزير مصري لحادث خطير، ننشر لحضراتكم التفاصيل. ومشادات كلامية نارية لوزير التربية والتعليم لأول مرة، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وصدمة، مصادر تكشف أسباب تركيب قطع خشبية في قضبان سكة قطار توخ. وعاجل الأرصاد تكشف عن مفاجأة كبرى عن حالة الطقس. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. أنقل لحضراتكم تفاصيل أول خبر، ومشادات كلامية نارية لوزير التربية والتعليم لأول مرة. شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري مشادات بين وزير التعليم المصري طارق شوقي وأعضاء المجلس لرفض الأعضاء نظام الثانوية العامة الجديد. ورد شوقي على أعضاء مجلس الشيوخ: العيب ليس في القانون المعروض على المجلس، وإذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم، وهو ما أثار غضب النواب وانفعل عدد كبير منهم رافضين لكلام الوزير. وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: ليست هكذا تدار الأمور، ولا بهذه العبارات يا معالي الوزير. والشيوخ لم يكن أبدا عائقا لسياسة الدولة، وما دار في مضمون الحديث آراء رافضة للتعديلات وليست رافضة للتطوير. ورد الوزير شوقي وقال: لجنة التعليم عقدت اجتماعا وحضره ممثلو الوزارات المختلفة، والدعوة التي وجهت لنا وصلت في 10 مساء ليلة الاجتماع، وفي وقت كنا نرتب فيه لحدث هام ولم تصل الدعوة في الوقت المناسب، وعلمت بالخبر من الجرائد، وكان يجب الاستماع للفلسفة من القانون ونصل لنتيجة تساعد البلد. وتصدير هذا الرفض للرأي العام يضع الجميع في بلبلة شديدة. يعني باختصار، مجلس الشيوخ المصري يعترض على يعني أسلوب التعديل في نظام الثانوية العامة الجديد. وكان رد مجلس الشيوخ بكل بساطة انه مش ضد التطوير، ولكن ضد تعديل بعض الأمور في هذا النظام. وكان في يعني مشادات كلامية بين وزير التربية والتعليم المصري ومجلس الشيوخ. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان يجي لكم كل جديد. ويلا ندخل على الخبر التالي. خبر آخر بنقله لحضراتكم عاجل جدا: إثيوبيا تشتعل الآن. وقال مسؤولون محليون إن اشتباكات بين منتمين لأكبر جماعتين عرقيتين في إثيوبيا، وهي الأورومو والأمهرة، بسبب هذه الاشتباكات قتل 18 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع الماضي في أحداث اندلاع للعنف قبل انتخابات على مستوى إثيوبيا في يونيو القادم. وصار العنف السياسي والعرقي تحديا كبيرا لرئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تسببت إصلاحاته السياسية أيضا في تشجيع طلاب المكاسب السياسية في الأقاليم بعد قرابة 3 عقود من حكم البلاد بقبضة حديدية. وأورومو هي العرقية الأكبر في إثيوبيا، تليها أمهرة، وهناك حدود بين منطقتي أمهرة وأوروميا. وزادت في الشهور الماضية الهجمات على المدنيين عبر حدود المنطقتين. وقال جمال حسن رئيس منطقة جيلي تيموجا في المنطقة الخاصة للأورومو في أمهرة إن أحدث حادث وقع في شمال إثيوبيا في منطقة الأمهرة بعد أن قتلت قوات الأمن في أمهرة صاحب متجر. والمنطقة مسجلة باعتبارها منطقة خاصة لأنها في منطقة أمهرة، لكن يغلب عليها الأورومو، بمعنى أن هذه المنطقة تابعة لإقليم أمهرة، ولكن الناس اللي موجودين فيها من إقليم الأورومو.
وقال حسن لرويترز وأشار إلى اشتباك المدنيين في قتال مع قوات الأمن، والإثيوبيون ذهبوا لبيوتهم وجاءوا ببنادق، وهكذا بدأ الاشتباك. وفي موقع صحي واحد رأيت 53 جريحا و18 قتيلا، جميعهم كانوا من جماعات الأورومو العرقية. يعني احنا دلوقتي بنشوف اشتباكات بين إقليم الأورومو وإقليم الأمهرة، وده طبعا قبل الانتخابات الرئاسية في إثيوبيا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين، لو ربطنا الكلام ده بالتعنت الإثيوبي، التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة ده عشان يخدم الانتخابات لرئيس الوزراء الجديد لإثيوبيا القادمة في يونيو القادم. ولكن إن شاء الله هنشوف حل الموضوع سد النهضة ده قبل ما يتم الملء الثاني، لأن الملء الثاني خطر جدا على أمن مصر القومي والمائي والسودان كذلك. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. خبر آخر معانا في منتهى الأهمية ووردنا الآن، تحرك عاجل من رئيس الوزراء إلى هذه الدولة. في مصادر طلعت وقالت إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتوجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزاري. وبحسب المعلومات ستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، وسيتم توقيع عقود بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية. المصدر معانا كان من وكالات وآر تي. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن تنمية ليبيا من تنمية مصر، وهذا الأمر في صالح مصر وليبيا. إن شاء الله نتمنى أن ليبيا ترجع من الدول العظيمة مرة أخرى، وينتهي بها الحرب ويتم سحب جميع المرتزقة من ليبيا، والحكومة التركية تفي بوعودها. وطبعا ده هيحقق مصالح سياسية ومكاسب سياسية لتركيا، وخصوصا في قضية تقربها لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معانا صدمة. مصادر تكشف أسباب تركيب قطع خشبية في قضبان سكة قطار طوخ. كشفت مصادر حقيقة الصور المنشورة التي تظهر ربط السكك الحديدية بقطع خشبية بدلا من قطع حديدية، وزعم أنها تم تركيبها من قبل عناصر تخريبية وأدت إلى انقلاب القطار في طوخ المصرية. المصادر قالت على سير التحقيقات داخل هيئة السكك الحديدية المصرية في حادث قطار طوخ، إن هذه المنطقة التي وقع بها الحادث موقع إصلاحات للسكك الحديدية، وأنه كان من المفترض أن يسير القطار بسرعة لا تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. وقالت إن القطار تجاوز السرعات المقررة في المنطقة، ما تسبب في خلع قضبان السكك الحديدية وانقلاب القطار. ولفتت المصادر إلى أن مهندس الصيانة هو من أمر بوضع وصلات خشبية في مواقع الإصلاحات لتسهيل عملية الفك والتركيب، باعتبار أن تلك القطع لن تتأثر سوى بالسرعات العالية فقط، وأن القطار للأسف تجاوز سرعة 120 كيلومترا بسبب خطأ من ناظر محطة شبرا لعدم إبلاغ السائق بتخفيف السرعة في تلك المنطقة، وعن قيام عناصر تخريبية بالعبث في السكك الحديدية وتركيب وصلات خشبية بدلا من الحديد. أكدت المصادر أنه من المستحيل فعل ذلك لعدة أسباب، أبرزها مرور قطار كل نصف ساعة على الخط، في حين أن عمليات الفك والتركيب لوصلة تستغرق أكثر من ذلك نظرا للمرور الدوري والمتكرر للقطار. وأضافت المصادر أن السبب الآخر الذي يمنع تخريب السكك هو مرور خفير الشاكوش أو ملاحظ السكة على القضبان بشكل دوري على طول شريط السكك الحديدية، ومخصص لكل موظف مسافة يقطعها كل ساعة، وإذا لاحظ وجود أي تغيير يقوم بالإبلاغ وإيقاف الحركة تماما لحين الإصلاح. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وأي حد يعني أثر في أداء مهامه الوظيفية وتسبب في وفاة يعني ضحايا بسبب هذا الحادث سيحاسب حسابا يعني عسير من القضاء المصري. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام.
والعاجل ربنا يا رب يرحم ضحايا حادث قطار طوخ ويجعلهم إن شاء الله من أهل الجنة، ويصبر يعني أهاليهم ويشفي المصابين في أسرع وقت بإذن الله. وننتقل لخبر آخر مع بعض. عاجل الأرصاد تكشف عن مفاجأة كبرى عن حالة الطقس. خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أن الجبهة الباردة بدأت بالدخول على غرب مصر، حيث من المقرر أن تشعر مدن السلوم ومطروح بتحسن في الأحوال الجوية من الآن بسبب انخفاض في درجات الحرارة. وخبراء أوضحوا أن الأرصاد المفروض أن تتقدم الجبهة الباردة تدريجيا خلال اليوم، حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية على المدن الساحلية، حيث تشهد تحسنا في الشعور بدرجة الحرارة على أن يصل تأثيرها ليلا إلى القاهرة. وخبراء الأرصاد أكدوا أن بداية من اليوم تنكسر الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من 10 ل 12 درجة في درجات الحرارة العظمى على شمال مصر حتى القاهرة، على أن يظل الصعيد شديد الحرارة. وخبراء الأرصاد الجوية أكدوا برضو أن اعتبارا من اليوم الثلاثاء هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال مصر حتى القاهرة بقيم تتراوح بين من 8 ل 12 درجة، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، ودرجة الحرارة العظمى بين 22 و 25 وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودرجة الحرارة العظمى بين 29 و 32 شديد الحرارة على جنوب مصر وجنوب سيناء، ودرجة الحرارة العظمى بين 36 و 43 على جنوب مصر. لطيف ليلا على شمال مصر حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة الصغرى من 15 ل 17 معتدل جنوبا، ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 و 26. يعني مفاجأة من هيئة الأرصاد الجوية بتغير كبير جدا بدرجة الحرارة. يعني زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان احنا كنا عايشين في جحيم، يعني ان شاء الله يعني بشرة كويسة جدا. ربنا ان شاء الله يجعل الايام القادمة يعني معتدلة الحرارة، لان الطقس الحار ده بيبقى صعب جدا، وخصوصا يعني ان احنا صايمين. واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر اخر معانا ووردنا الآن. للأسف تعرض وزير مصري لحادث خطير، ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن تطورات الحالة الصحية للوزير أشرف صبحي بعد تعرضه لحادث صباح أمس على طريق مصر إسكندرية الصحراوي. والوزارة أفادت في بيان لها بأن الوزير لديه بعض الكدمات السطحية، ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة له. والوزارة أوضحت في بيانها برضو أن فور علمه بالخبر توجه اللواء هشام محافظ البحيرة الذي كان في انتظار الدكتور أشرف صبحي بمدينة وادي النطرون إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية. ونقل الموقع عن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديه بعض الكدمات السطحية، وأن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة. وللأسف أصيب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في حادث سير تعرض له على الطريق الصحراوي شمال القاهرة أثناء توجهه لتفقد المنشآت الرياضية في محافظة البحيرة. ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المتحدث باسم الوزارة محمد فوزي قوله إن الوزير نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر وألغيت زيارته إلى محافظة البحيرة. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع الوطن. نتمنى الشفاء العاجل لوزير الرياضة المصري أشرف صبحي بإذن الله. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا وصفحتكم أيضا بنفس الاسم إسلام الأمير مصر ميديا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.